بصحتك بصحتك. وقيت نحكي على مواضيع تهم صحتكم، مواضيع زادة في علاقة بالتغيرات المناخية. لقيت هذا يكثر الحديث على الفاكسان وأهمية الفاكسان. وقيت زادة نفكروكم بالموعد اللي من خلاله نجموا تتلقاو جرعة الفاكسان الموسمية. ذاك علاش سعادة جدا باستقبلوا بالتليفون الدكتور ومدير معهد باستور دكتور هاشمي الوزير. صباح النور وأهلا وسهلا. أهلا صباح الخير لجميع المستمعين. شكرا لك دكتور. دونك وقايد ظهر لي مع التغيرات المناخية باش نحكي على الجرعات اللي خاصة بالنزلة البرد اللي لقيت هذا يكثر عليها الحديث. وظهر لي زادة موعد مهم زادة باش نذكروا الناس اللي بتاتر تغافلت شوية يمكن على الكوفيد، انه يعملوا الغابيل فيما يخص لقاح الكورونا. دونك خلي لك انا الكلمة باش تفسر لمستمعينا أهمية الفاكسان ووقتاش باش يكون متوفر في الصيدليات. الو نبداو بالجريب. دونك من هوني نلاحظوا اللي الفاكسان ضد الجريب يحمي ضد الجريب، والفاكسان نتاع الكورونا يحمي ضد كورونا. دونك ما فهمت فوالا دونك سا سي بوغ اتر كلير. الفاكسان كونتر الجريب معروفه، الجريب نزله موسميه تبدا الحالات معناها في الخريف والشتاء في تونس. احنا جينا بعد شوية أوروبا وكل عام معناها يصير تلقيح متاع الناس اللي هما متقدمين في السن ولا عندهم أمراض مزمنة لتفادي تعكرات الجريب. هذا هو المبدأ العام. دونك التلقيح وصل لتونس، وصل اليوم معناها بدأ يتوزع اليوم وصل دكتور اي وصل التلقيح وبدا ينتشر. ونهار 17 معناها باش نهار الاثنين الجاي باش يبدا موجود في الصيدليات. كما تعرف الفاكسان تاع الجريب راهو ثلاثة ارباع تاع الكميات اللي يجيبهم بلاد تونسيه يمشيوا في الصيدليات تاع القطاع الخاص، وفما كميه تقعد في مراكز الصحه الاساسيه اللي تستعمل اللي في المناطق وفي مراكز الصحه الاساسيه للفئات كما قلت قبيله اللي هما متقدمين في السن ولا عندهم امراض مزمنه. هذا هو المبدا معناها هذا العام. انا اثناء فما حكايه الكوفيد، تعرف معناها الكوفيد توا الناس كما قلت نسيناه دكتور، اي الناس ما عادش تلقح والحالات نقصوا بالكدا بالكدا، لكن الفيروس مازال متواجد في العالم. فما بلدان شهدت ارتفاع نسبي في عدد الحالات المده الاخيره هذه، ومعناها ينجم يكون حسب الفرضيات وحسب معناها هكا المده اللي لها تعدات فيها موجه كي تعدي 6 أشهر و7 أشهر، وايضا الناس اللي لهم اكثر من 6 ولا 7 أشهر من خلال التلقيح نجم المناعه تنقص شويه. ومع العلم اللي ثم زاد كيفاش يقولوها فرضيات ارتفاع نسبي لعدد الحالات ينجم يجي في اخر السنه معنى اخر 2022 والا اوائل ولا جانفي 2023، ولهذا ولتفادي معناها التعكرات كيف في فئات معينه، نحثوا الناس بما فيهم الناس اللي باش ياخذوا التلقيح ضد الجريب، على خاطر الفئات اللي يلزمها تتلقح ولا تاخذ جرعه تعزيز المناعه ضد الكوفيد هي الناس المتقدمه في السن واللي عندهم امراض مزمنه. دونك خلاصه القول اللي باش يلقح ضد التلقيح القريب مرحبا يلقح وينجم فرد نهار. هذاك سؤال، فرد نهار ينجم زاد يعمل فرد نهار ينجم ياخذ ينجم ياخذ تلقيح ضد الكوفيد 19 في مراكز التلقيح المفتوحة في المراكز الصحة الأساسية بصفة عامة في البلاد التونسية. ينجم في يد اليمين مثلا ياخذ الجريب واليسار ياخذ الكوفيد. معناها نجم تصير مش فرض زراقة، لكن معناها في أماكن معينة فرض نهار وارد ينجم يسير، ينجم يمشي في الصباح مثلا يمشي شو اسمه الفارماسي باش ياخذ وينجم يزرق ديجا هذيك تلقيح ضد الجريب، وينجم نهارتها بيدو كي يتعدى ينجم يمشي المركز نتاع تلقيح ضد الكوفيد وياخذ جرعه تعزيز المناعه ضد الكوفيد. هذا هو معناه المبدا العام. كان ما قلتش ياخذهم فرد نهار اذا صادف خذا تلقيح وبعد بنهارين ثلاثه يخمم باش يعمل التلقيح ضد الكوفيد، وقتها لازم يستنى اسبوعين. هذه هي لي ريكومونداسيون معناها ما فيهاش معناها حاجه، لكن من الاحسن يصير معناها يقعد اسبوعين ما بين تلقيح الاول وتلقيح ثاني بصفه عامه في التلقيح. لكن ينجم يصيروا فرد نهار، كي يصيروا فرد نهار هي
هي خير وخاصه كما قلت لك قبيله اللي التلقيح القريب وجرعه تعزيز المناعه ضد كوفيد هما موجهين الى فرد الفئات متقدمة في السن واللي عنده أمراض مزمنة. دكتور ديما احنا نقراو لي كومونتير وتفاعلات لي انترنت نتاعنا نحكيو على الفاكسان اللي كما قلت انت باش يكون ان شاء الله ابارتي من لو 17 اكتوبر دونك لاندي بروشان. ديما المواطن يسال على السعر، هل سيكون بنفس التسعيره نتاع عام ناول؟ يظل لي اقل شويه اللي شفت هكا انا من الحق ما عنديش دي بريسيزيون اللي فهمته سيك اقل ارخص شويه مش برشا من التسعيره نتاع عام ناول. هو عم ناول ده لي 50 دينار على ما يقارب حاجه هكا. هذه حوالي 40 ولا اكثر شويه من 40 دينار اللي فهمته، اما لكن ما عنديش المعلومه الدقيقه. دونك نعاودوا نجدوا الدعوه للمواطنين سورتو الناس اللي تجاوز عمرهم 60 سنه اللي عندهم امراض مزمنه انهم يتوجهوا للصيدليات والا زاده لمراكز الصحه الاساسيه بارتي من نهار الاثنين 17 اكتوبر لتلقي جرعه النزله الموسميه الفاكسان تاع الجريب. هذا يا حاجه بشويه الفاكسان تاع الجريب راهو ماهوش كيما الكوفيد اللي هو موجود في مراكز الصحه الاساسيه المواطنين الكل. دونك الفاكسان تاع الجريب عنده سيركوي نتاعو كيما العاده والناس تخلصوا كيما قلت قبيله. في المراكز الصحه الاساسيه ثم مجالا تلقيح ضد الكوفيد. تري بيان. اوكي. دونك لكن المواطن ينجم يلقح ضد الجريب في داره ولا عند الفارماسي ولا اللي هو وفرد نهار ينجم يمشي لمركز الصحه الاساسيه ويلقح ضد الكوفيد. فما حاجه اخرى اللي تنجم تصير واليوم برك حكينا فيها، ينجم هو المواطن ياخذ التلقيح نتاعو بالفارماسي يهزو معاه خاطر ينجم تشري التلقيح وتهزو يلزم كونسيرفاسيون نتاع البرد يكون لا كونسيرفي. ينجم كي يمشي لمركز الصحه الاساسيه باش يزرق الكوفيد يطلب منهم باش يلقحوا له فرد نهار البرد نهار والا دو سمين. اذا كان انت كنت متردد شويه عملت الفاكسان نتاع الغريب وبعد نهايرين تقول خليني نعمل الغابيل نتاع الكوفيد دونك لا راهو لازمك تستنى دو سمين اذا كان مش فرد نهار اكزاكتومون.